انطلقت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر تحت شعار نحو التغيير الفعال، وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البعد الاقتصادي على المجتمع، بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030. عندنا مركز تدريب متخصص بيقدم برامج تدريبيه في علم ومجال اداره المخاطر الريسك مانجمنت طبقا لافضل النظم الدوليه المقرره اللي هي مواصفه الايزو 31000، وبنديها باسعار رمزيه. وفي الحقيقه بيشارك معانا كتير جدا من المجتمع المدني، سواء حديث التخرج، سواء المجتمع الصناعي، سواء اي حد مهتم بمجال علم المخاطر، لان علم المخاطر ما بقاش بس في القطاع البيئي، علم المخاطر حضرتك في حتى في موضوع الاي اي الارتفيشال انتليجنت والامن السيبراني. من المصانع النهارده بنتجه للطاقه الكبيره المتجدده، وبنبعد عن الطاقه اللي هي من المواد البتروليه وكده عشان نحد فيها. برضو احنا النهارده مثلا بنشجع كل المصانع اللي بنتعامل معاها، وخاصه صناعات صغيره ومتوسطه، لان دي الحقيقه المصانع دي محتاجه دعم في حته البيئه والدعم يعني محتاجين النهارده هذه المصانع انها تلتزم بالمعايير البيئيه وتلتزم بالتنميه المستدامه.